وحول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وأهم الفعاليات. معنا من هناك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية أطلعنا على الجديد اليوم في مهرجان العالم عالمين. نعم، بعد التحية لازلنا نتابع معكم الأجواء المبهجة والجميلة هنا في مدينة العالمين الجديدة، هذه المدينة الساحرة التي يعني تم وضعها على خارطة المدن السياحية العالمية الكبيرة. في الحقيقة أجواء وأصداء مهرجان العالمين الجديدة يأتي بظلاله وعلى كل الزوار الموجودين في مدينة العالمين الجديدة الذين يتمتعون بعدد كبير من الفعاليات الترفيهية والرياضية الموجودة خلال فترة المهرجان. كانوا قد استمتعوا بالفعاليات التي انتهت في أول 3 أيام فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية الخاصة ببطولة التيك بول وجيل التحدي الذهبي، ويستعدون الآن لإطلاق الحفل الأكبر والأول في مهرجان العالمين الجديدة، وهو حفل الفنان تامر حسني في 21 من يوليو الجاري. والجديد هو استعداد إدارة المهرجان وتسابق الزمن في الاستعداد لهذا الحفل بتهيئة المكان وأيضا تجهيزه لاستقبال عدد كبير من الزوار خلال هذا الحفل، وأيضا إعلان شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لتذاكر الحفل لهذا الحفل، وأيضا استعداد كل الأماكن الموجودة الترفيهية في مدينة العالمين لتستقبل عدد كبير من السائحين. حتى هذا المكان الذي نتواجد به الآن أحد الشواطئ الهامة والجميلة في مدينة العالمين الجديدة، لنرصد استعدادات الشواطئ التي يعني تستعد لاستقبال كل الزائرين في مدينة العالمين الذين يعني سيتواجدون بفعاليات المهرجان، لأن هذا المهرجان يستقبل ما يقرب من 1 مليون زائر خلال هذه الفعاليات. فكل هذه الشواطئ أنهت استعداداتها لاستقبال الزائرين والمصيفين أيضا في مدينة العالمين الجديدة. نرصد ونرى حضور عدد كبير من الأسر، من الشباب، من كل الجنسيات أيضا الموجودة في مدينة العالمين ليتمتعوا بحالة الطقس الجميلة في مدينة العالمين، وأيضا الشاطئ المتميز، حيث تتميز مدينة العالمين بوجودها على شاطئ البحر المتوسط، وتتهيأ كل الأماكن في مدينة العالمين لاستقبال الزائرين. نتحدث عن المنطقة الترفيهية التي يوجد بها مول تجاري بها أكثر من 350 علامة تجارية، بالإضافة إلى منطقة البنوك والبحيرات الموجودة ومنطقة الأبراج. فبالتالي مدينة العالمين الجديدة التي أنشئت لتصبح من أهم المدن السياحية في العالم، جاء مهرجان العالمين الجديدة ليتكامل مع هذا النجاح وليتكامل مع رؤية القيادة السياسية في إثراء الحياة الفنية والثقافية في مدينة العالمين الجديدة، وتقدم فعاليات مختلفة للجماهير. كنا رصدنا مساء أمس الحركة في الممشى السياحي من قبل الزائرين من مختلف الجنسيات العربية كانت أو الأجنبية، وأبدوا سعادتهم بفعاليات مهرجان العالمين الجديدة، خاصة الفرصة التي يعني سمحت لهم أن يتواجدوا مع نجوم جيل التحدي الذهبي في كرة القدم الشاطئية، وهي إحدى فعاليات المهرجان، واستطاعوا أن يلتقطوا الصور، يستمتعوا أيضا بأجواء التشجيع الحماسية وأيضا الأجواء المبهجة المفرحة في مدينة العالمين الجديدة، خاصة أن اليوم الختامي لفعالية تحدي الجيل الذهبي من نجوم كرة القدم كان هناك التقاط للصور مع الجماهير وتوزيع عدد كبير من الهدايا، بالإضافة إلى أن ختام هذا اليوم كان بحفلة فنية جميلة لإحدى الفرق الغنائية التي أطفت على الحضور جو من الانبساط والفرحة في مدينة العالمين الجديدة. وهنا أيضا إدارة المهرجان تقدم كل التسهيلات في مسألة التنظيم وأيضا سهولة الدخول إلى الأماكن التي يوجد بها. إذن أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري من العالمين.